اليوم كثير من الاشخاص عم بيكونوا موهوبين ومميزين بمختلف مجالات عملهم، وهذا الشيء نحن بنلاحظه من طريقه ممارستهم وادائهم لعملهم بكل حب وشغف وطاقه، كمان لحتى ينقلوا هدول الاشخاص خبرتهم ومعلوماتهم يلي حصلوا عليها خلال مسيرتهم العمليه لناس ثانيه يقدروا يكملوا عنهم ويكونوا اكثر كفاءه ومهاره ليدربوا الاجيال يلي بعده. اليوم نور، قديش اهميه الدورات التدريبيه؟ كثير مهمة. يمكن هادي قلتي ببداية حديثك انه في كثير من الناس بيكون عندهم مهارات وقدرات كثير مهمة يجب تنميتها، لانه نحن بننتبه انه هذا الشخص متحدث، هذا الشخص في شيء بيميزه، هدول القدرات يجب فعليا استثمارها خصوصا بالوقت الحالي، ويمكن الاونلاين فتح كثير من المجالات لقدر استثمر هي القدرات، وكثير عم نسمع عن دورات تدريبية وتأهيلية كثير ممكن نستفيد منها بالوقت هلا. صحيح اكيد. لهيك اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع مع الاستاذه فاتن النظام، دكتوره بالعلاقات العامه وتنميه المهارات. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. ممكن الموضوع كثير مهم اليوم، مفهوم اعداد المدرب او المتدرب مبدئيا بيكون بعدين ببلش يدرب، وكثير من الناس مثل ما قلنا ببدايه حديثنا بيكون في شيء عندهم كثير مميز، بعض القدرات والمهارات ممكن تنميتها. خلينا نحكي عن هيدا المفهوم اعداد المدرب اليوم، نفصله للناس اكثر، لانه بعتقد بالعشر سنوات الاخيره او الخمس سنوات الاخيره كثير عم نسمع يعني صحيح. اعداد متدربين، تاهيلهم، دورات تدريبيه، وهي الدورات شو هي؟ تمام. هلا نحن نحكي عن برنامج اعداد المدربين اللي هو اسمه تي او تي ترينج اوف ترين، يلي هو عباره نحن في عندنا مثل ما حكيت وتفضلت، في عندنا عالم كثير عندها خبرات وعندها قدرات، فهي بدها توظفها. شوف شو كلمة حلوة، توظفها. صحيح. انه هي تفيد العالم وبنفس الوقت تستفاد، يعني تفيد وتستفاد. هذا البرنامج هو حقيقة اول كلمة الاعداد التدريب والتأهيل بشكل عام بسوريا، هو له تقريبا هذا المفهوم 10 سنوات، ما له اكثر من هيك. صحيح. اللي هو ان احنا تدريب الموظفين، تدريب الاشخاص كتدريب فردي. اعداد المدربين هو برنامج هو يتألف من 50 ساعة تدريبية، في ناس بتعمله 60، بس هو تقريبا 50 ساعة، بيشتغل على عدة محاور، يلي هو في عالم مثلا مو بالضروري انه هي بس ما تعمل الأعداد المدربين هي تصير مدربة، في عندنا عدة أسباب وعندنا عدة قصص لأنت تدخلي لهذا البرنامج. في عندنا أشخاص اللي نحن في عندنا البرنامج اللي هو بيشتغل على 30 ساعة صناعة مدرب محترف، اللي هي عبارة عن خلينا نقول على مهارات التواصل اللي عنده، على مهارات القلب، يعني نقول تأهيلية. لحقيقة شغلة نحن دائما في شيء اسمه عنا عدد، نحن ما بدي اشتغل على العدد خاصة بأعداد المدربين، أنا ما بستقطب أو بستقبل أكثر من 10-12 شخص فقط بالقاعة، فأنا عندي 30 ساعة أنا بشتغل على شيء اسمه الكوتشنج الفردي الذاتي على كل متدرب، بمعنى أول شيء بعمل تحليل احتياج، شو هو شو نقاط الضعف، شو نقاط القوة عند كل واحد فيهم كمتدرب، بشتغل على تهيئته. في ناس بدها مثلا ثقة بالنفس، في ناس بدها تقدير الذات، في ناس بدها هي مهارة الإلقاء، يلي نحن من أهم المحاور يلي هو بإعداد المدرب، في شيء اسمه يلي نحن بنعطيه الكاريزما. في كثير عالم شوف الكاريزما، ما أنت الشخص يكون عنده كاريزما ويقدر يوصل لك الرسالة اللي هو بده إياها، قد إيه بيختلف عن شخص هو ما بيعرف مكامل الكاريزما اللي عنده، فهي كمان تعتبر من مهارات نحن بنعطيها لإعداد المدربين. بالإضافة لصقل الشخصية، صقل الشخصية في عنا الشخصيات أحيانا نحن في عنا التوازن بالشخصية، في جانب من جوانب ما بيكون يمكن مضروب مثلا خلينا نقول، فنحن بنشتغل على توازن الشخصية بالطريقة الصح، لأنه في فكرة كثير مهمة، ما أنا أكون مدرب وبدي أعطي المعلومة، إذا أنا كنت تعبان فهي الشخص المتلقي حيقول إذا هو تعبان الله يعينه بده يدرب، فأنت بدك تشتغلي على الشكل كمان اللي اسمه أناقة ولباقة المدرب بالطريقة الصح، اختيار المفردات، اختيار القيمة المضافة اللي بده يعطيها، بالإضافة إلي آخر شيء عندنا العشرين، يلي أول ما بدي أسألك شو حقيبتك التدريبية؟ وهذا يلي بنقول البصمة الخاصة شو بتتضمن؟ شو حقيبتك؟ أنت شو بتعملي؟ تمام؟ أوكي إعلان، بس هي شو هي القيمة المضافة بدك تعطيني إياها؟ فهي الحقيبة اللي نحن بنشتغل عليها كمادة علمية، بنجزئها، بنعملها ساعات، عدد ساعات الجلسات، يلي أنت إذا بدك تروح على أي مكان أول شيء بيقولوا لك قد إيه عدد ساعات البرنامج اللي أنت حتقدميه، إذا أنا هي المهارة قديش بدي كم يوم لآخذها؟
فنحن هذا يلي بيخلص اخر شيء، واخر شيء بس في عندي التقييم وفي عندي عده عروض خلال البرنامج التدريبي. طيب دكتوره كنت عم تحكي بكلامك عن الكاريزما للمدرب، خلينا نتعرف اكثر على صفات المدرب الناجح. اكيد لكل شخص له كاريزما، له شخصيه معينه، اسلوب لحتى يوصل المعلومه للموجودين، شو هي صفاته اليوم؟ اول نقطه في شيء اسمه عندنا، في عندي اول شريحه انا بكون حاططها اذا كنت لا ترغب التميز فارجوك لا تكمل معي. دائما في شيء اسمه عنا البصمه الخاصه فيكي، يلي انت عندك اسلوبك، عندك اعطائك، عندك حتى غزاره الاسترسال بهي المهاره. الكاريزما في احيانا اشخاص بنقول احنا هل هي فطريه او مكتسبه؟ فمنحن في اطفال كثير بنقول شو عنده كاريزما، شو عنده حضور، تمام؟ فنحن الكاريزما لا، هي كمان هي مكتسبه، بمعنى انا بعرفك شو هي المكامن، يعني مكامن الكاريزما. مثلا في عالم هي ما بتتقبل صورتها، فنحن في عنا جانب اسمه البادي لانجوج اللي هو كثير مهم، هذا العلم والفن انا بقول هو لغه الجسد، اللي هو انت بتصيري بتقري وجهك وبتقري الاشخاص، يعني اشخاص مثلا هي تعبانه مثلا انت ممكن تعطي بريك، ممكن مثلا بلش شكل العيون شكل الجسد تقرب على الطاولات فمعناتها هن بلشوا يملوا، فانت لازم تعملي لعبه تدريبيه. حتى في عنا نحن يوم كثير ظريف هو اسمه لو يوم لا العاب التدريبيه، نحن بنترك بقى الكراسي والمقاعد، بنروح بنلبس بيجامات الرياضه، بنقعد على الارض، بمعنى انت عم تعملي اسقاط للماده عن طريق الالعاب التدريبيه، وهذا جدا جميل لان انت بتطلعي الطفل الداخلي لكل مدرب حقيقه. طيب خلينا نحكي، يعني فينا نقول بالبدايه بتكون هي فينا نعتبرها موهبه، بعدين من خلال التدريب بتتحول لمهاره. يعني لهلا مثلا بنشوف كثير من الناس مثلا مثل ما قلنا انه عندهم كاريزما، ملفتين، عندهم حضور، في ناس بتفوت هيك يعني بتلفتك الى حضور الى جاذب، فينا شو نسميها؟ يعني هون مع التدريب بتصير هي المهاره موهبه، يعني موهبه بتصير مهاره ولا لا؟ هلا نحن بنقول ممكن موهبه تصير مهاره، بس هي ممكن تصير هي اتقان مهاره. شوفي اي مهاره انت بدك اتقان المهاره، هون بقول اصبح متدرب. هلا انت اذا اخذتي اتقان هاي المهاره لمده طويله وانت بلشت تتدربي، لانه مستحيل بعد 30 ساعه مثلا شهر ونص او شهرين اقول متدرب، ممكن اطلقه لا هي الفكره مو بده وقت، هو في ممارسه في انت بدك. احنا مثلا نحن بنقول مثلا انت بتتخرج اعداد مدرب، هو مو بالضروره تعمل انت فورا برامج تدريبيه، تمام تمام، هي ممكن انت تعملي ورشات عمل، ممكن انت تستقبل الدائره الاولى اللي عندك اياها عن طريق الممارسه، عن طريق يلي مثلا لقيتك هون حلو هون ما لقيتك حلو. حتى نحن يوم التقديم في عند العروض، خلال العروض في عنا عالم هي بتشوف انا بصورها مثلا بالكاميرا، شوفي حالك، يعني كثير حلو انه انا افهم شكل وجهي حتى كيف عم يعطي. يعني احيانا احنا في حركه بس بتعمليها بوجهك بتكون انت كثير حبابه، بتطلع مو معقول ما حبيتك، تمام؟ فهذا الشيء اللي هو انت تتعاملي صح مع وجهك، تتعاملي مع حتى حركات جسدك بالطريقه الصح. يعني هي في عند الطله، في حدا بيقول لك اوه شو عنده حضور، شو عنده طله، تمام؟ طب هي نحن بنرتبها، لان في شيء اسمه فلسفه الالوان، يلي نحن كمدرب نحن ما بنقعد نقسم الساعه وساعه، انا بقعد ثلاث ساعات عم درب. فانت كمان في شيء اسمه الراحه البصريه، الرؤيه البصريه، اللي انت هذا المدرب مثلا حتى الالوان عم يشتغلها كيف هو عم يقدر يعطي جذب للاشخاص، بنفس الوقت بيعطي نوع من الكاريزما. حتى الماده بدك تكوني فيها مرنه، يعني مشبع فيها، فانت انت تكوني حابه الماده وعم تعطيها بشغف، حقيقه بتحسي انه انت من جوا عم تعطي، هي بتوصل الكلمه من جوا لعند قلب الشخص الثاني. فاما الشخص اللي هو اخذ نسخ لصق فهو اكيد ما حيكون في عنده كاريزما، اكيد ما حيكتسب المهاره، ولا حيكون هو موهوب، هو جاي هيك يغير جو، يشوف الحبايب ويحمل حاله ويمشي. طيب خلينا نحكي اكثر عن انماط الطلاب، عن سلوكياتهم وشخصياتهم، يعني بتلاقي في منهم الخجولين، بتلاقي منهم اللي بيحكوا كثير باثناء اللقاء، تمام. يعني كيف ممكن يقدر هون المدرب يضبط هذا الوضع؟ اول شيء لازم يكون هو يعني عنده الصفه الاساسيه المدرب، انه هو عنده صفه قياديه. يعني شو يعني قياديه؟ هو قادر انه هو يضبط كامل القاعه، يعني بلحظه بصير الكل بيضحك، بلحظه الكل بيسكت، بنفس الوقت في كثير محور اساسي هو التعامل مع الشخصيات الصعبه. لازم يستوعب الكل، يعني فينا مدربين يعني بيركزوا على شخص واحد، كل حدا هذا اللي قلت انا عليه الكوتشنج الفردي، كل واحد شو بده مهارات، شو خاص فيه، وبنفس الوقت اللي هو عباره عن كل شخصيه الى طريقه اسلوب الى تعاطي. هي كمان بده يتمتع، يعني نحن بنعطي شيء اسمه انماط شخصيات، لازم انا افهم المحور العام. بمعنى دائما نحن بنشتغل على الصندوق المفتوح، انا بكون بالوسط والمدربين حواليه،
اهم نقطه مهارات التواصل، ما انا اشوف على الكل بمهارات التواصل. مثلا عندي الشخصيه مثلا بنقول نحن الصامته اللي بتحط بالعزله بس هي بدها تسمع، هي في شيء اسمه عندنا انشطه تدريبيه جماعيه. يعني انا ما بحرجه للشخص، يعني انا مالي بالمدرسه، انا ما عم له ذيب بتصير غصب عنا. هي عباره انه انت التدريب ونقل معلومه مثل التدريس مثل التعليم، ولكن انت بدك تعطي سلوك جديد لهو حقيقه يشتغل بالطريقه الصح. فنحن عده انماط، فنحن بنعطي نمط الشخصيه وانا كيف بتعامل معها بالطريقه، مثلا حساس العصبي الاكتئابي، في عندي هذا السرسار هذا لحاله، او مثلا هذا تبع كل شوي سنفور غضبان كل شوي بده يسال، او المستفسر. فعندنا انماط كثير من الشخصيات. انت قد ايه بدك تكوني قياديه؟ ونحن مثلا في مثلا خليني اعطيك مثال، مثلا هذا الشخص المستفسر اذا بتريدي واذا بتريدي، نحن في عندنا وقت بالتدريب، وقت الحقيقي والوقت الوهمي. اذا انا كل شوي في عندي قطع فالاشخاص الثانيه طيب عم يقطع عليهم، فانت هون بتقدري تحولي من الاسئله لإلي كشيء شخصي لا مثلا بقول لها اذا بتريدي ممكن تردي عليه او انت تخبري الجواب، فهون بصير عندي نقلتي المدايه يمكن من المدرب الى المتدربين، فهو لحاله بساعتها بكن على حاله، ما بقعد بيسال غير وقت البريك. طيب خلينا نحكي، كل المتقدمين الى الدورات يتم قبولهم ولا لكن في مؤهلات وشروط، ومن خلال فحص المقابله انا ممكن اقول هذا الشخص مؤهل ليدخل دوره تدريبيه؟ نحن والله هلا بالفعل هلا عم يصير في عندنا تقييم قبل يلي هو عباره في عندنا مثلا في كثير عم بتقول لك مين بيقدر يفوت على هذا على هذا الاعداد المدربين، مين بده يدخل؟ انا بقول لك كل الاختصاصات، يعني نحن حلو كثير انه نحن بكل الاختصاصات عم بيكون في عندنا مدربين. في اعمار معينه؟ لا ما في اعمار معينه، لانه احيانا في عندي الخبره هي اللي بتلعب دور صحيح يعني اقوى اكثر شيء، لانه مثلا اذا قلنا زياده باعداد المدربين وكثير عم نسمع فيه، لانه هو في عندك وضع اقتصادي تمام؟ الوضع الاقتصادي في كثير عالم هي محاسب الصبح بعد الظهر هو مدرب بالمحاسبه، اعلام الصبح المساء مدرب اعلام، بمعنى هو عم يعطي فتح طريق للاشخاص يصير في عندهم دخل اضافي. بالاضافه للشيء الثاني اللي هو التقييم بالنسبه للماده للخبره لقديش هو عنده اسلوب التعاطي، هذا في عندنا اختبارات خلال التقييم، حتى في عندنا تقييم بنهايه الدوره اللي هو التقييم النهائي اللي انا بدعي عليه مجموعه من المدربين، ومثلا مدراء شركات بنفس الاختصاصات ممكن استقطاب هي المدربين ليكونوا بشركاتهم. يعني في لما بدي اقدم على الدوره في اختبار قبل ما انا 100%، لانه هلا شو هو هيدا الاختبار؟ هذا الاختبار هو عباره عن تقييم، ممكن نحن نشوف مثلا نقاط ضعف مثلا هذا بنشغل عليه قد ايه، في عندي نسب في اشخاص قصدك اختبار فحص مقابله شفهي؟ يعني هلا ممكن شفهي ممكن هو بالحديث كتاب. بالحديث هو بالحديث هو الالقاء، لان المدرب ما بدي ورق وقلم، انا ما بدي معلوماته، انا بدي هو، انا عم بشتغل على صناعه مدرب، فانا بدي اياه حضوره اسلوبه تعاطيه. يعني عندنا في نبره الصوت صحيح. هي كمان فيها الشغل عليها، يعني نبره الصوت انت عم تشتغلي مثلا 3 ساعات، فانت بدك تشتغلي حتى تلوين نبره الصوت. انا ما عم بشتغل، ما حقول لك انه والله انا عم بشتغل على خامه الصوت، ما دخلني فيها. انا بلون الصوت، بلون هذا الصوت، نبره الصوت، انه مثلا نحن في عندنا شد انتباه، يعني انت احيانا بتكون عندك في رخاوه، في عندك شده، في عندك عاطفيه بدها تكون مشحونه بمشاعر هي النبره، فانت هون النبره او في عالم هي نبرتها امر. هذا ما بصير انت كمدرب تحكي بطريقه الامر، لان انت في عندك فئات كثير مختلفه مستهدفه عمريا. يعني في عندي مثلا اخر متدرب هو كان عمره 76 سنه، فانت كيف بدك تتعاطي معه بهذا الاسلوب؟ فاكيد مختلف تماما. طيب خلينا نتعرف اكثر على مراحل العمليه التدريبيه، يعني اكيد بيكون في هيكليه اساسيه او خطه بتمشوا عليها اليوم. اول شيء نحن في عندنا اول برنامج اللي هو عندي المفهوم الوظيفي للتدريب، بعدين بشتغل على موضوع انه نحن هذا التدريب دوره حتى بتطوير المؤسسات، بشتغل على عدة برامج بالمادة العلمية اللي هو مثلا عندي برنامج كولب، عندي برنامج فلاينج اللي هو كيف هي بتكون الرحلة بالطريقة المثلى، شو الأساليب اللي نحن بنستخدمها تمام، لأنه هو كل حدا فينا في وسائل وأساليب نقدر نستخدمها بضمن هي الحقيبة التدريبية. بعدين بنشتغل على شيء شخصي كمهارات تواصل، مواطن الكاريزما، في شيء عندي الأعراض، مواجهة المخاوف، نحن في عندنا أكبر صندوق خوف هو أنا كيف بدي أحكي؟ كيف ما بده العالم تضحك علي؟ إنه أنا مثلا بصير في عندي يعني بتلاقي قامات وأشخاص شهادات بس هي ما عندها قدرة على التعبير عن ذاتها،
تمام؟ فنحن بنشتغل على هذا الموضوع. اهم نقطه بالحياه كلها هو انت قبل ما تسوي لبرامجك سوي لحالك، يعني انت اذا بدك تحكي تعرفي تحكي عن حالك بالطريقه الصح، لانه هون نحن نقول تسويق، هذا تسويق شخصي بالاضافه اللي هو عندنا مثلا كيف هو بيتعاطى مع الاخرين. نحن في عندنا دائما تمارين كسر جليد بين المدرب والمتدربين بهي الطريقه، بالاضافه اللي هو اخر شيء اللي هو عباره عن الحقائب التدريبيه كيف بتنعرض، وفي عندنا العروض اللي هو بتكون مده 7 عروض، بنبلش بسبع دقائق كل حدا بيقوم بوقف بيحكي 7 دقائق وبنبلش لنص ساعه. في شغله كثير حلوه انه بس اقول لهم مثلا اول 7 دقائق امي احكي لنا انه انا من وين بدي اجيب احكي 7 دقائق، انه عن جد دكتوره لا تحكي لا تقولي لي هيك من وين، بس ما توصل على الامتحان وانا طبعا بتصير برفع 7 10 ربع ساعه بتزيد المده. ايوه فنوصل للامتحان انه ما عليك تعطيني ربع ساعه زياده فانت هون، لان هون صار في عنده شغف بالماده وحابب يقدمها للعالم بهي الخبره اللي هو حابب وصلها لكل العالم. طيب خلينا نحن نحكي، يعني حكينا مراحل الدوره التدريبيه كيف بتبلش مع المتدربين، ختام الدوره التدريبيه يعني هون بنقول انه هدول الاشخاص تاهلوا بعد ختام الدوره التدريبيه، كيف بيتم التعامل معهم؟ بيتم اطلاقهم لسوق العمل؟ بيتم التشبيك معهم ولا لا؟ تمام، انا احنا قلت لك اول اخر شيء نحن بنعمل تقييم. هلا حيكون في عندنا تقييم مختلف بشركه اسوس، بانه بنعمل تقييم بين المتدربين، وانا قلت لك بدعي مدربين عندي تمام، او بالشركات يلي في عالم هالمره حتاخذ شهاده اعداد مدرب، في عالم حتاخذ شهاده حضور. اذا هي لسه في عندها محور من المحاور هي ما عندها اتقان له، فهو حيصير على انه نشتغل على هي المهاره بالذات. بالاضافه في شيء اسمه عندي تشبيك، تشبيك يعني نحن بنعمل بزنس تمام؟ صحيح. يعني في عالم مثلا هي مثلا بالتنميه البشريه انا بشبكها مثلا مع شيء بفن الظهور الاحترافي، بنعملها هي اسمها حقيبه مزدوجه، في ناس بالعلاقات العامه من مثلا بنشتغل مع شيء اعلامي، فنحن هون عم نعمل شغل للكل، بالاضافه اللي هو تسويق السوشيال ميديا، كل حدا عنده متابعين، فهذا كمان اعلانه كمدرب حطينا له اعلان كذا بهي الطريقه، بالاضافه استقطاب، انا مثلا في مدرب مثلا انا هذا لقيته بيرفكت، فهذا بحطه كمان مثلا فورا بمعاهد او بشركات، او مثلا بنقول توصيه خلينا نقول انه ممكن انا اعتمده عندي بالكليه جينجستون البريطانيه، انه هذا اعتماد انه هذا نحن بدنا اياه يكون معنا ضمن فريق هاي الكليه، فنحن في عندنا مزايا، وبنفس الوقت في عالم هي ما ضروري يكون مدربين، يعني هي بتقول لك انه انا لا انا حبيت انا بدي مهاره الالقاء انا بدي اسوق عن حالي، فكل حدا بياخذه كمان بطريقه ما. طيب خلينا نحكي عن موضوع مهم، يعني اليوم كثير من الناس بيعملوا دورات تدريبيه، لكن بنلاحظ انه المدرب عم يتقمص شخصيه غيره، عم بيقلده بنفس اسلوبه ونفس طريقته، وهالشيء مو غلط؟ هي اول شيء هي الغلط يلي هو انه انت ما بعود عندك اقتناع بالمدرب، يلي هو ممكن انت تسايري اول محاضره ثاني محاضره بعدين تقولي له تقولي انا ما حبيت، تمام؟ هي الحلاوه هي انه انت تعطي اسلوبك. كل الحقيبه التدريبيه، الحقيبه التدريبيه من وين بدك تجيبيها الماده العلميه؟ اكيد ما حتخترعيها، هي يا من الجوجل يا مراجع يا كتب، ولكن شو اللي بيميزك عن الاخر؟ هي القيمه المضافه، كيف بتعطيها؟ كيف طريق اسلوبك طريقتك اسلوبك تعطيكي، يعني انت بتفتح هلا بتلاقي فيديوهات عن اعداد المدربين، ولكن انت اسلوبك تعطيكي تكون شخصيه مؤثره، اهم نقطه انه تكون شخصيه مؤثره، فانت هون بتقدري تتعاطي مع المدرب، فاكيد هو القيمة المضافة أسلوبك، وبنفس الوقت القوة بالمادة. طيب من خلال الدورات التدريبية اللي بتعدوها بشكل مستمر، خلينا نحكي عن نقاط القوة الموجودة اليوم بالمتدربين، يعني لما يتم استقطابهم وتدريبهم نقاط الضعف، يعني نحن بنعرف فعليا الشعب العربي ونحن كشعب سوري بيقول لك لسانه حلو بيعرف يحكي، فهون خلينا نحكي عنه شو المزايا اللي بتميزهم عن الآخرين، انه لا في عندهم بعض النقاط فعليا يجب استثمارها. هلا اول شيء نحن كفاءات، يعني ما تنقول كلمة كفاءات، نحن بنعطي من قلبنا. يعني هلا مثلا انت بتشوفي التدريب بسوريا وخارج سوريا. صحيح. مدربين اللي السوريين خارج سوريا، نحن ليتها نتميز بقصة كثير مهمة انه نحن بنعطي من قلبنا وبنعطي قيمة حقيقية، يعني بمعنى انه انت دائما وصير مميز بكل الاختصاصات برا في كل الاماكن له صحيح. انا ما لانه انت اول شيء نحن اسلوب تعاطينا هون بسوريا، نحن ناخذ الماده بتشبع يعني باستيعاب بمحبه تمام، وبنفس الوقت بنشتغل عليها، يعني هي الحلاوه انه انت بتاخذيها مثلا الاعلامي هو بيضل بيشتغل على تطوير ذاته هو هذا الصح،
انه انا اوكي بالتقديم، ولكن انا في عندي بدي كذا بدي كذا، هي المهارات اللي هي لازم الواحد يسخلها. فانت هون المزايا اللي هو دائما بتلاقيه انه عنده شغف، شلون عم تلاقي تيني تمام، هو عم بيشوف هو كيف عم يتطور ذاتيا، عم يتطور هو باسلوبه. يعني احنا في عنا انه انت ما لازم تحكي لحالك، يعني فكره مثلا انت بعيد عن شيء اسمه انه انت تلقين، انه انت كاستاذ، انت مدرب، انت كوتش، انت بدك تعطي تفاعل مشاركه في هذا التواصل البصري اللي هو رقم واحد بالتدريب، انه انا عم بوصلك المعرفه عم بتطلع بكل حدا فيهم. هذا توزيع البصر جدا مهم، اما ما هي بس حكي بلا طامن. اكيد بدنا نشكرك كثير الاستاذه فاتن نظام، دكتوره في العلاقات العامه وتنميه المهارات، شكرا لك. اهلا وسهلا، شكرا لك ولوجودك.